حيثما توجد خطية يوجد التعطيل لحضور الرب وبركة الرب وبركته في الحقل وبركته في العمل وبركته في البنين وبركته في الخدمة وبركته في كل شيء، وتصبح هذه المعطلات جبال زي ما بعضنا الآن حاسس إن هو قدام جبال مش عارف يتخطاها، ووقف قدام هذه الجبال اللي مش عارف يتخطاها عامل جوه نفسه حيرة، فشل، إحباط، مخاوف إلى آخره. وحقيقة الأمر أن هذه الجبال العالية قوي اللي قدامك من الخطية ومن استتباعاتها ومعطلاتها لها ما يزيلها إزالة كاملة كأنها لم تكن من جذورها، هو غفران دم يسوع المسيح. غفران دم يسوع المسيح طريق التوبة. توبوا فتمحى خطاياكم، تمحى خطاياكم ولا أعود أذكرها. مش تنهار هذه الجبال، تتمحي من على وش الوجود هذه الجبال كأن الشيء لم يكن. إلى هذا الحد الآب السماوي قلبه فيه غفران لا يمكنك أن تتصوره، قلبه فيه حب وأبوة لا تستطيع أن تدرك مداها إلا بالروح بقى يقودك أن تدرك مداها. إلى هذا الحد من الغفران كأن شيئا ما لم يحدث. وبهذا قدر الخطية ضعيفة جدا أمام دم يسوع المسيح إن وجدت التوبة الأمينة والصادقة. صدقوني وإلا فصدقوا الإنجيل أن ضعف اختبار في قوة فاعلية غفران دم يسوع المسيح ليس فقط بتسبب لك الهزيمة والانكسار، ولكن أيضا بتخليك مش عارف تخرج العالم من خطاياه. بمعنى أنه إذا كان يقيم قوة غفران دم يسوع أنه أقوى من كل خطية، إذا كان هذا اليقين يملأ نفسك، فإنك من خلال هذا اليقين ينبغي أن تتعامل مع خطايا الآخرين. في ناس حواليك والناس دول نفسك يعرفوا الرب، نفسك يتوبوا، أو الناس دول خطاياهم بتؤذيك أنت بطريق خفي مستكتر بسبب الخطايا الفظيعة اللي عايشين فيها، مستكتر ومش مصدق أنه يمكن أن غفران دم يسوع يحرر هؤلاء الخطاة العتاك المتغطرسين المتكبرين. وده بيخليك خارج للشهادة وبتتعامل مع الخطية والخطاة من موقع الضعيف ومن موقع المهزوم. يا أحبائي، أنا حصون كثيرة مرتفعة ضد معرفة الحق وتقاوم روح الحق وتشمخ حولنا يمينا ويسارا، يمكن أن تنهار إذا ألقيت عليها رش دم يسوع، وتهدم ظنونا وحصونا مرتفعة ضد معرفة الحق. أن خطاة ومتشامخين كثيرين يمكن أن يتوبوا ويجدوا طريق الحق لو رشيت عليهم دم يسوع. أنت أصلك واخد موقف من خاطي، يا واخد موقف الجرح مجروح منه، يا واخد موقف الرفض رافض اللي بيعمله ورفضه، يا واخد موقف الحكم والدينونة انك حكمت عليه بانه يجيله بلوى عشان يفوق، يا واخد موقف سلبي هو مش في دماغك، والنتيجة ان الخطية وقفالك وبتطلع لك لسانها وبتأذيك من خلال اللي جنبك ده. عارف ليه؟ لو كنت هجمت الخطية في حياته بدم يسوع المسيح كانتش طلعت عليك وعملت فيك كل ده. وارجع اقول بتصلي عشان اخوك واختك وجوزك ومراتك وابنك وبنتك اللي مش في المسيح، الاجابة عارفين ايه؟ احيانا يمكن لا، سايب الخاطي من غير ما تخلصه، بس شاطر تقول عمل فيا وقال لي وخلى وسوى ووجعني وتعبني وعمل لي، طب عشان هو خاطي. يا احبائي، تستطيعوا ان تخرجوا على كل هذا الشر بنعمة وبسلطان بقوة غفران دم يسوع المسيح. اغفر له انت الاول في قلبك ان قوة دم يسوع المسيح الخلاص اقوى واعظم وارفع من كل اسم في الوجود، وان كل ركبة واعلى سلطان على وش الارض يجسو باسم يسوع المسيح في السماء وعلى الارض وتحت الارض. شياطين كمان اللي تعباك اللي ضغط على نفسك بتصرخ منك بتجسو باسم يسوع المسيح، فاخرج بقوة جديدة
تمكن من السلطان الذي فيك في اسم يسوع، وتمكن من قوة غفران دم يسوع لهدم الخطية في حياتك، واقتحام وهدم الخطية في حياة الآخرين، وإخراج الآخرين من يد الخطية، وما تدنهمش وما تستكترش خطاياهم على قوة غفران دم يسوع، وما تكفش عن أن ترسل روح الغفران ونعمة الغفران ورش دم يسوع المسيح عليهم لغفرانهم وخلاص. باسم يسوع وقوة غفران دم يسوع المسيح تصير لنا قوة المغفرة التي في دم صليبه، لنخرج من استعباد الشرير ومن ضغطه عليه، ولكي نحرر بها آخرين ممن هم حولنا. يمكنك المساهمة في الخدمة عن طريق التبرع عبر الطرق الآتية: من مصر عبر الحساب بالبريد المصري كنيسة أثناسيوس الروسية الأرثوذكسية، حساب رقم 0101-1029-63-48-18، أو عبر فودافون كاش 010-66-16-82-84، وللتبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.